نروح الى رقم اثنين. صاحب رقم اثنين سعود الواجعي يا مرحبا. كملها بالمئة ان شاء الله يا سعود. حياك الله. يا هلا. ابارك لك بجية اهلك. الله يبارك بهم. واللقاء بهم. يلا لك. تستاهل. تستاهل. عاد لازم تفرحهم تاخذ 100 الحين. باذن الله. قبل ينتهي الوقت حاول انك اذا ما تعرف الاجابه ترمي سريعا ممكن تصيب. ان شاء الله ابشر. يلا نشوف السؤال على الشاشه. كم مره حصل فيها اللاعب ليونيل ميسي على الكره الذهبيه؟ 6 مرات او 7 مرات؟ ومعاك الوقت يا سعود. لا تستعجل ومعاك الوقت ونجلس تشوفه. 6 أو 7 مرات. كم مرة حصل فيها اللاعب ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟ ألقابه كثيرة وركز. الكرة الذهبية كريستيانو 5، أتوقع ميسي. الوقت كم باقي وقت؟ 3 ثواني. 6 6. يا سلام. طبعا احنا بعيد الشاشات عنا تكفون. خلوكم معي. 6 اخترت وحنثبت مباشره لان باقي 3 ثواني. تعرف الاجابه سعود؟ ظهرنا 7. ظهرنا 7. اي نشوف مع بعض الاجابه. للاسف خاطئه. ومعوض خير يا سعود وهي 7. موفق خير. ومعوض خير يا سعود. كم مرة حصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية؟ كانت الإجابة 7. ومعوض خير. صاحب رقم 3 يا مرحبا.